بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا تتابعوا فينا اليوم عبر قناتكم الان وان. رح نعيشوا ونتذكروا سويا مهرجان شروق ايفنت اللي كان قبل ايام قليله في قاعه الافراح غان دوسابا برويبا، وين كان شهد على حضور عدد كبير من الفنانين سواء في المجال الاعلامي او الفني، وايضا كان عدد هائل من الجمهور اللي عبروا عن فرحتهم بتواجدهم رفقه فنانين يحبوهم ويتابعوهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، نجاح مهرجان شروق ايفنت كان تعب وثمرة جهد مجموعة سواء من منظمين أو حتى مساهمين وحتى مشاركين في إنجاح الطبعة الرابعة من مهرجان شروق إيفنت، اللي نعاود ونذكر أنه كان من تنظيم شركة جولدن إيزي للإعلام والاتصال محافظة شروق إيفنت، وكان من إحياء الفنانة منى الحدلي والفنان القدير مصطفى بلا حدود. خلونا سويا نستقبل المشاركين والمساهمين في إنجاح الطبعة الرابعة من مهرجان شروق إيفنت. نبدأ بك هنا، مرحبا بك معنا، نورتينا. الله يسلمك. تعيشي. مرحبا بك أيضا كريمة، نورتينا في مهرجان شروق إيفنت في طبعته الرابعة. مرحبا بك أنت وهلا. مرحبا بك أنيسة، نورتينا ونورتي مهرجان شروق إيفنت، وأكيد راكي منورة البلاطو اليوم بوجودك معنا. منورين بوجودك وشكرا على الاستضافة. شكرا لك، شرف لينا أنك تكوني حاضرة معنا في مهرجان شروق إيفنت. نعود نولي وليك كريمة، بما أنك أنت ما شاء الله يعني في هذا في مجال الحلاقة، قولي لنا كيفاش كانت بدايتك في هذا المجال؟ بدايتي في هذا المجال كان الفضل المابل مغ الله يرحمها ويوسع عليها، هي كانت حلاقة وعندها صالون في المنزل في الدار، وبديت معها بشوي بشوي، ومن بعد هي توفيت الله يرحمها وانا كملت في بلاصتها الله يرحمها ان شاء الله، وان شاء الله تكوني. كان الفضل لزوجي ثاني كوقف معايا، نوجه تحيه كبيره من هذا المنبر اكيد. يسلمك. شكرا لك. قولي لنا يعني هل تقوم سيده كريمه بتكوين متربصات في ميدان الحلاقه والتجميل؟ أكيد، يعني لازم في هذا الوقت اللي رانا فيه دايما ندخلوا متربصات جدد، والميدان هذا غني وفيه بزاف حاجات وفيه دايما جديد، وبطبيعة الحال احنا نحو نتعلم ونجيبوا جديد ونوصلوا للجيل اللي مورانا. أكيد. وقولي لي يعني مثلا بالنسبة للبنات اللي رام يشاهدوا فينا ربما الآن واللي يكونوا حابين يتكونوا عندك، يعني كيفاش ربما يتقدروا يتواصلوا معك ولا يرسلوا لك ولا يحجزوا عندك، يعني هدري مع الكاميرا وعطيهم كيفاش نصائح؟ يعني التكنولوجيا اللي رانا فيها والوقت اللي رانا فيه يسمح، يعني رانا قرية صغيرة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي برقم الهاتف، يعني يكون كاين اتصال ويتصلوا يجيوا يحجزوا ونظموا دورات نظموا. بالنسبه لك كهنا قولي لنا فاش متخصص الصالون تاعك وشنو هما اغلبيه الزبائن اللي يزوروك في المحل في الصالون تاعك؟ احنا يعني متخصصين بزاف في العرائس وفي الكوافير سواغي لي زانفيتي العرايس، يعني نديرو مام لي بالياج على العروسه، يعني من قبل يعني تحضر نفسها البالياج نتواج دو بو اونغلوغي هكا على بالك حتى يلحق يعني اليوم تاع النهار تاع العرس تاعها. ربما سؤال سألته للسيده كريمه قبل قليل عاود نسأله لك ليك، قولي لي كيفاش كانت بدايتك في عالم الحلاقه والتجميل؟ يعني لما كنت صغيره كنت نحب الحلاقه، يعني ما في الدار ما في العرس مع لا فامي نماكيلهم، كنت نحب يعني هاد وزدت تعمقت درت الدواء درت يعني لي فورماسيون درت وبديت حليت صالونات تاعي، يعني ما شاء الله صغري. ربي يوفقك ان شاء الله وربي يشوفك ربي يسلمك. تعيشي يا حبيبي. نعاود نوليو ليك انيسه هوت كوتير، احكي لنا على حبك وشغفك للميدان ومجال الخياطه بصفه عامه. حبي للخياطة كان شغف، كان شغف، ويعني من الصغر كنت نحب الأعمال اليدوية والأشغال والاختزانة، من بعد طورت المهارات هذه استتعلمت وزدت طورت وما زلت لحد الآن
مازلت نزيد ندير دي فورماسيون ان شاء الله اكيد ونطور باذن الله. اكيد ان شاء الله مادام الانسان على قيد الحياه اكيد يبقى يتعلم. ما شاء الله ان شاء الله نشوفك في الاعالي ان شاء الله دائما ومزيد من التفوق والنجاح. قولي لي أنيسة، سيده أنيسة، يعني ربما وباء كورونا اثر على العالم ب يعني ربما بشيء سلبي، يعني من ناحية السلبية أثر عليه جدا. أحكي لنا كيفاش كان تأقلمك مع الوضع وخاصة أنك تخدمي في مجال الخياطة. كورونا كانت أثرت على الناس بزاف. وأنا في وقت كورونا والله ما عشت هنا في الجزائر، يعني كنت درت فواياج لمصر ويسلمك، ويعني فواياج تاع 20 جوغ أنا وما فرانجين. من بعد اليوم اللي لحقنا فيه كل شيء غلق، قعدنا واحد الكات موا هكذاك. انا في هذيك الفتره الزمنيه حبي وشغفي للتعليم ما حبستوش، انجاجيت في سجلت في ايكول اون اكاديمي لابراهيم الفقي، المدرسه الكنديه لابراهيم الفقي، ديت 14 شهاده يسلمك، ومختومين بالختم الذهبي لابراهيم الفقي. يعني هذه الشهاده محترف بها عالميا ما شاء الله. يعني قولي لنا، هل يعني اللباس اللي راكي لابسته الان من تصميمك ومن خياطتك؟ وي هذا من تصميمي. نعم ما شاء الله، يعني اكيد رانا نشوفوا فيها على ارض الواقع تستاهلي ما اكثر ما شاء الله. يعني وانتم مشاهدينا الكرام نعاود نذكركم ونوجه تحيه كبيره ونشكر اوتيل لي دو بي سلسبيل اللي رانا متواجدين فيه الان واللي رانا نصوروا فيه الان. ونعاود نذكركم انه كان قبل أيام قليلة فقط مهرجان شروق إيفنت في طبعته الرابعة، واللي كان من إحياء الفنانة منى الحدلي والفنان القدير مصطفى بلا حدود. نعود نولي لك أنيسة، قولي لنا فقط شكون هما يعني الأساتذة ربما اللي قريتي عندهم؟ الأساتذة اللي علموني يعني كانت واحدة في بليدة ونذكرها إن شاء الله بالخير وخيرها على الجميع، كانت أم التلميذات والتلاميذ، يعني لويزا بوزرتيني. نوجه لك تحية كبيرة لويزا، إن شاء الله تي أم الجميع، بارك الله فيك إن شاء الله. ربي يطول لك تحية كبيرة من هذا المنبر. وعندي أستاذ ثاني، أستاذ قريت عندي أستاذ تركي أرسلان ما شاء الله يدير المولاج، هذا قريت المولاج أكيد. والأستاذ محتز ملك البادرون، هذو اساتذه عالميين ما شاء الله. اكيد نوجه لهم تحيه كبيره من هذا المنبر. ونشكرك انت ايضا على المشاركه والمساهمه في انجاح طبعة الرابعة من مهرجان شروق ايفنت. نعود نوليو ليك سيده كاهنه، قولي لنا يعني اسكو تقومين بتكوين متربصات لتعليم الناس يعني في مجال الحلاقه؟ وي بيان سور، ديروا دي فورماسيون اللي رانا يعني نديروا فيهم في الصالون تاعنا اللي متواجد في رغاية، والحمد لله مجونا متربصات ونزيدو نعطو لهم يعني الخبرة اللي اكتسبناها في هذا المجال ما شاء الله، في الماكياج ولي كوافي والسواغي العرائس ما شاء الله. من مبتدئات راه نديرو لهم دورات يعني ما شاء الله، الحمد لله مجونا بالتوفيق ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. نعود نرجعوا لك سيده كريمه، قولي لنا بالنسبه للعرائس يعني هل انت اللي تخرجي معاهم ولا تفضلي انهم يجوهم عندك للصالون؟ بطبيعه الحال نفضل الميكرو فقط. بطبيعه الحال نحبوا ماذا بينا يجوا لنا للصالون. نعم. يعني الصالون يكون فيه يعني كل ادوات ربما حداك، ادوات البنات اللي يخدموا معاك، يعني تكوني في المكان تاعك تكوني تخدمي بأريحيه، لا بريسيون ما كاش، تخدمي اليز، ودي فوا تحتم عليك. كاين كما يعني معروف في العادات التقاليد الجزائريه العروسات تلبس عده ازياء، تحب البنات تاع دوك يحبوا يبدلوا لي كوافير في شعرهم، يعني باش نلبيو كامل الاذواق لازم. تتمني انهم يعني تفضلي انهم هما اللي يجوا عندك للصالون؟ نفضلوا عندنا للصالون احسن اكيد ان شاء الله. ان شاء الله مام يكون عده يعني عندك عده زبائن عده عرائس، يعني في صالونك احسن. نعم ما شاء الله.
يعني اللي كان دعمني يعني زوج ديالي كان دائما واقف معايا. نوجهلو تحية كبيرة من هذا المنبر أكيد. يسلمك يعني. ووالدي تاني ما نساوهمش، وطبعا بفضل مجهوداتي كنت دائما واقفة على الصالون تاعي، والحمد لله يعني وصلت مش كنت متمنية. الحمد لله الحمد لله. ان شاء الله نزيدو نشوفك في اعلى المراتب ان شاء الله يا ربي. ونشكرك جزيل الشكر للمشاركه في الطبعه الرابعه من مهرجان شروق ايفنت. ان شاء الله نشوفك في كل طبعتها. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لك انيسة، قولي لنا وشنو هما اهدافك في مجال الخياطه، وايضا شكون اللي كان دعمك في هذا المجال؟ نهضر الاول على الدعم، كان بابا الله يرحمه. الله يرحمه. يما، خياتي، لفامي، ولادي، زوجي، كامل الدنيا واقفه معايا. الحمد لله، هذه نعمه. الحمد لله الحمد لله نعمه. الحمد لله. نشكرهم اكيد جزيل الشكر من هذا المنبر، لانهم بالدعم تاعهم خرجونا ربما ستيليست وفنانه في مجالها ما شاء الله. يسلمك حبيبتي. يسلمك. نعم. اذا نشكركم جزيل الشكر للمشاركه والمساهمه في انجاح الطبعه الرابعه من مهرجان شروق ايفنت. ان شاء الله نشوفكم في كل الطبعات. نورتونا في بلاطو برنامج بتوقيت شروق. بالنسبة لكم انتم مشاهدين الكرام، نقول لكم نتلقوا في الموسم القادم إن شاء الله. بلا ما ننسى ونغتنم الفرصة أني نشكر أيضا اللي اخترت أنه تكون إطلالتي من عندها، سلطانة هوت كوتير بشراقة. يعني شوفوا ما شاء الله، ربما هي تهدر على نفسها. أيضا اللي بيجو اللي كانوا أيضا من عند سلطانة هوت كوتير، وأيضا جو بيجو نشكرهم جزيل الشكر من هذا المنبر. كما قلت لكم نتلاقاو في الموسم القادم إن شاء الله من مهرجانات شروق إيفنت في الطبعات أخرى ولما لا، ورح يكونوا إن شاء الله عبر قناتكم الأنوان.